في هذا الوقت كما قلنا كل واحد كيشوف المصلحه ديالو، اي دوله كتشوف المصلحه ديالها. خلينا من هذوك الشعارات الفارغه التي عاف عليها الزمن، الشعارات راه كتبقى شعارات، يعني ما غتزيد الاسرائيل والو وما غتقص ليها والو، وكذلك فلسطين ما غتزيد ليها والو وما غتقص ليها والو. هذه هي الحقيقه. والدول اللي اخترت طريق السلام وطبعت مع اسرائيل حتى هي راه كتشوف مصالح ديالها، وهاد الدول راه عندها السيادة ديالها وعندهم كامل الحق يربطوا علاقاتهم مع من بغاو ومع اي دولة، وياخذوا القرار اللي كيتوافق مع المصالح ديال بلدانهم ومع الامن القومي ديال بلدانهم. وإلا داروا هاد العلاقات مع دولة اسرائيل راه داروا العلاقات مع واحد الدولة اللي اعترف بها المجتمع الدولي، والفلسطينيين انفسهم راه معترفين باسرائيل. سنة 1993 كان اتفاق ديال أوسلو، وقعوا عرفات، كان اتفاق ديال أوسلو كل شيء عرفوا، وقعوا عرفات وإسحاق رابين، ومن البنود ديالو اعتراف بدولة إسرائيل وقعوا عليها، وكان تنسيق أمني حاليا بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وكان كثير من الاتفاقيات الاقتصادية، بزاف ديال الاتفاقيات دابا حاليا، يعني كتجمعوا بزاف ديال الاتفاقيات. وكاين كذلك الالاف ديال العمال ديال الفلسطينيين اللي كيدخلوا من قطاع غزه تيخدموا داخل اسرائيل يوميا، لانه علاش يخدموا في اسرائيل؟ لان الاسرائيليين ما تيخدموش دوك الخدام العاديين بحال البني، وهذا الاسرائيليين ناس قارين، كيجيو العمال الفلسطينيين هما اللي تيبنيو اغلب المباني، معظم المباني في اسرائيل راه بنوها عمال فلسطينيين. راه الناس خصهم يعرفوا هاد الحوايج هادي. واسرائيل راه دولة معترف بها من طرف الأمم المتحدة، وعندها مقعد في الأمم المتحدة، وعضو في جميع المؤسسات الدولية. خلينا من هذيك الهضرة الكيان الصهيوني، هذيك هضرة زايدة ناقصة، وخلينا من التضليل والأكاذيب ديال بعض الإعلام العربي اللي هو كيكذب على الشعوب ديالو. إسرائيل دولة بغيتي ولا كرهتي، لان المجتمع الدولي راه تيعترف بها وعندها علاقات مع كل دول العالم، الدول اللي كلمتهم مسموعه، عندها علاقات مع اوروبا، مع الاتحاد الروسي، مع الصين، مع اسيا، مع امريكا. انا هنا ماشي كندافع على اسرائيل، ما محتاجانيش اسرائيل باش ندافع عليها، اسرائيل عندها جميع الامكانيات باش تدافع على راسها. وهذا الشيء اللي قلت راه هذه هي الحقيقة. أما الشعارات والصراخ وديك الهضرة الخاوية ما بقاتش عفا عليها الزمن، وما كتوكلش الخبز في هذا الوقت، هذا في هذا العصر ما بقاتش واكلة ديك الهضرة.